بلد هي كانت يعني 90% كلها نجارين موبيليا صالات. في عنا نسبة صالات على الشارع كبيرة كتير، 5-6 آلاف صالة تقريبا مع نجارين. دخلت الأحداث، انغلب على أمرنا، العالم سكرت، ما في مهنة، غيرت أنا من ناحيتي، غيرت مهنتي. وهلأ إن شاء الله بإذن الله يعني في خير لقدوم. هلأ بلشنا نرجع نشتغل من جديد.